بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عنوان محاضرتنا النهاردة إن شاء الله أخلاقيات استخدام حيوانات التجارب في البحث العلمي. طبعا إحنا لو دخلنا العنوان ده على جوجل سيرش هنلاقي فيه كذا مدخل ممكن يطلع لنا. عندنا أخلاقيات، عندنا أخلاقيات البحث العلمي، عندنا بحث علمي، عندنا استخدام الحيوانات في التجارب. فلازم نتكلم على الأخلاقيات وأخلاقيات البحث العلمي، ونتكلم على استخدام عشان نقدر نتكلم في استخدام حيوانات التجارب. أول حاجة لازم نكون عارفين إيه هو يعني إيه بحث علمي. بحث علمي طبعا المقصود به هو الطرق والاساليب والوسائل العلميه واجراء الدراسات. الدراسات دي ممكن تكون مبتكره، يعني لسه حاجه جديده، او ان احنا في حاجه موجوده حاليا واحنا بنطور فيها، بنحاول نحسنها. يعني على سبيل المثال مثلا في تخصصه في لقاح بطريقه معينه، ممكن نطور اللقاح ده بحيث يكون يدي نتائج احسن ويدي اثار جانبيه اقل. وطبعا ممكن نبص في نظريه قائمه حاليا، النظريه دي ممكن تكون نظريه غير حقيقيه او نص حقيقيه، أو بنأكد وجود النظرية دي إنها حقيقية فعلا، وبيبتدي يكون عندنا تطبيقات فعلية. إيه الغرض من البحث العلمي؟ مش البحث العلمي مش مجرد وظيفة وخلاص، لا، هي الهدف بتاع إثراء المخزون المعرفي سواء النظري أو التجريبي أو التطبيقي بما يعود بالنفع على المجتمع الإنساني. عشان نعمل بحث علمي لازم يكون البحث العلمي ده ليه أخلاقيات. لازم يكون في أخلاقيات للبحث العلمي، لأن كل مهنة، أي مهنة، لازم يكون ليها أخلاقيات. المهنة المحاماة ليها أخلاقيات، التجارة ليها أخلاقيات، حتى المهن الميكانيك، النجار، المهن دي كلهم في أخلاقيات، في أخلاقيات اسمها أخلاقيات المهنة. يبقى عندنا تعريف الأخلاقيات ده مصطلح بيحدد مجموع المبادئ والقيم لأي مهنة والواجبات والالتزام والالتزامات التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان. وعليه في أخلاقيات أي مهنة هي مجموعة من المعايير السلوكية التي يجب أن يلتزم بها أصحاب هذه المهنة. طب نتكلم بقى، نخش في المهنة بتاعتنا. إيه يقصد بأخلاقيات البحث العلمي؟ أخلاقيات البحث العلمي هي تطبيق كل المبادئ الأخلاقية في العمل البحثي على الإنسان أو الحيوان، وده النقطة اللي إحنا التارجت بتاع المحاضرة بتاعت النهاردة. طب ايه هي الاخلاقيات ديت؟ طبعا ولازم على ان يتضمن هذا تجنب كل انواع المخالفات الاكاديميه. ايه اللي هي المخالفات ديت؟ هنتكلم عليها بالتفصيل. بتتضمن اساءه التصرف العلمي، ان انا استغل العلم في اشياء غير حقيقيه او غير قانونيه او محرمه اجتماعيا، مثل التزوير والبيانات والغش. وطبعا ده يهمنا من ضمن الحاجات ان فيها اخلاقيات بحث علمي، ان انا ابلغ عن اي خروقات. يعني لو شفت حد بيتصرف شيء خارج المهنه لازم ابلغ عنه ان هو ده بيعمل حاجات مش كويسه. طب هل في وثائق او في قوانين بتحكم الكلام ده بالاضافه الى الارشادات اللي احنا هنتكلم عليه؟ في بدايه من سنه 1947 ابتدى لقوا انه بيستعملوا الانسان في بعض التجارب المحرمه بقى اثناء الحرب العالميه الثانيه وكلام من ده، فطلعوا بعده اشياء. يعني مثلا وثيقه نيرنبرج كود اوف اسكس دي كانت 47، قواعد والارشادات الدوليه لاخلاقيات البحوث الطبيه الحيويه على الانسان الاختصار بتاعها ده، وطبعا اعلان هلسنكي لسنة 64 ده دخل بقى في الديتيلز الكبيرة اللي مفروض يتكلم على استخدام الإنسان في البحث العلمي، طلع عليه تعديلات كتير ممكن تخش على النت ممكن توصل ليها. ده طبعا بيعتمد، ده كل ده بيتكلم على الإنسان. طب ما فيش حاجه تنتمي للحيوان؟ لا، في بعض الوثائق وبعض الحاجات اللي بتنظم شغل الحيوان زي الحريات الخمس اللي اعلنتها المنظمه العالميه لصحه الحيوان. المنظمه دي قالت طالما انت هتأوي حيوان لازم في خمس حاجات اساسيه
لازم تطبقهم. اولا الحريه من الا يجوع او يعطش، يعني انت ما تخليش الحيوان ده لا يجوع ولا يعطش، طالما انت انيت الحيوان ده او احتفظت بيه لازم تاكله وتشربه وما تدوش اكل قليل ولا ميه قليله عشان ما يتعرضش لسوء تغذيه. حريه طبعا الكلام ده بينطبق سواء على البحث العلمي او انت بتربي حيوان، مثلا الناس اللي بتربي مواشي، بتربي اي حاجه، اي حيوان بغرض عصافير، بغرض اي حاجه، لازم تنطبق عليه الخمس حاجات دي. حريه الا يخاف او يشعر بالضيق، يعني ما بتعملش ارهاب للحيوان، تقعد تخوفه وتزعجه وتعمل حاجات من دي. التحرم لجهاد الحراري والانزعاج الكاس دي، اذا تسيبه في الشمس، تسيبه في حاجات زي كده. الحريه من الا يتالم او يصاب بمرض، يعني ما تسيبش الحيوان ده يوصل للحاله ان تعرضه انه يصاب بامراض بالطرق اللي انتوا عارفينها. حريه التعبير عن نفسه، بان الحيوان بيعيش بطبيعه، العصفور يعيش عصفور، الكلب يعيش كلب، الفار يعيش فار، دي حريه يجب ان تتوفر فيه. ده عليه بقى لازم يكون في اخلاقيات للبحث العلمي. طب هي ايه اخلاقيات البحث العلمي؟ هي اتباع اخلاقيات ومبادئ البحث العلمي، هو الاساسيات اللي يجب على اي طالب او باحث علمي انه يلتزم بيها. يبقى اخلاقيات البحث العلمي ده فرض اللي هيشتغل في البحث العلمي لازم يتبع اخلاقيات البحث العلمي، سواء كان طالب ماجستير او طالب دكتوراه او استاذ باحث علمي. لان التهاون، طب لو التهاون في المبادئ ديت طبعا هتؤدي بعواقب مش كويسه بشكل خاص على الانسان نفسه اللي بيؤدي الخوارج ديت، وبتؤدي طبعا على المجتمع العلمي اللي بياخد سمعه سيئه بشكل عام. طب ايه هي المبادئ او هي الاخلاقيات او مبادئ البحث العلمي اللي انا لازم التزمها عشان خاطر امشي في بحسن سير وسلوك في البحث العلمي؟ اول حاجه في مبادئ البحث العلمي هي الصدق والنزاهه، دي من رقم واحد. احنا هنتكلم باختصار، مش هنخش ان ديتيلز عشان ما نطولش عليكم. اول حاجه الصدق والنزاهه، يعني ايه؟ لازم تكون صادق وتكون نزيه. يعني ايه؟ يعني طلع معاك نتائج لازم تنشر النتائج الحقيقيه، ما تجيبش نتائج غريبه كده وتقول لي، يعني ما تالفش. يعني لازم تدي الدراسه او نتائج اللي توصل ليها البحث اللي انت بتعمله ده بدون اي تزوير، بدون حذف. يعني طلع نتائج مش عاجباك بتروح حذفها ومخلي النتائج اللي عاجباك. اضافه، تحس النتائج كده مش حبه صغيره تقوم تضيف. يعني مثلا في ناس مثلا، يعني مش بنقول احنا بندي مثلا في حاجات، مثلا الناس لو هيعمل تجارب على وظائف كبد، فما عارفين وظائف الكبد ليه دلالات كتير زي الجي بي تي، جي او تي، الكلاين فوسفاتيز، جاما جي تي، اتسترا، والناس اللي شغاله في ده تعرف اكتر مني. ممكن في ناس يقول لك معيش فلوس، اللي على قد الفلوس انا اعمل جي بي تي، ولو طلع كويس يبقى الباقي كويس واروح كاتبهم، دي بتبقى اضافه. طبعا ده كل ده غش او تعديل. طلعت النتائج، ابص النتائج عندي طالعه كلها في 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 الرينج بتاع 5 من 5 ل 10، وكل البيبر الثانيه عاملاها من 10 ل 12، اروح معدل النتائج، خليها تمشي مع الرايجه زي ما بيقول، او استنتج اعمل تجربه اقول والله يعني ده ممكن تطلع كذا فاعملها كذا. كل ده يعتبر اعمال من اعمال التزوير، وده يعتبر محاولات تضليل المجتمع وتضليل البحث العلمي، لان في النهايه اي غيرك يعملها ويطلع ان الكلام اللي انت عامله ده غلط، وهتبقى العمليه مش كويسه. تاني حاجة في مبادئ أخلاقيات أو مبادئ البحث العلمي هي الموضوعية والحيادة. الموضوعية يعني يبتعد الباحث عن آرائه وميوله الذاتية. يعني مثلا مثل بسيط، مثلا أنا لقيت مثلا في الديرة بتاعتي عندي نبات الناس بتستعمله لعلاج مثلا السخونية، مثلا ارتفاع درجات الحرارة. ما أجيش أنا أجي أعمل بحث على الحيوانات وأقول هو لازم يقلل درجة الحرارة. ده بتبقى ميول ذاتية، ده مثلا يعني مثل يعني كده ارتجالي. يبقى نقلل على ايه؟ ان الواحد يبقى يتجنب انه يبقى منحاز لارائه وعشان ميوله الشخصيه. طبعا خاصه القصه دي بتبقى في عرض نتائج، في القصه في السكشن بتاع ريزلت اند ديسكشن، والكونكلوجن وريكومنديشن اللي هي التوصيات والمقترحات. ما تبقاش ميول الشخصيه هي اللي مايله على البحث، لا، النتائج اللي طلعت اقولها بالظبط زي ما هي كده. ثالث حاجه تحري الدقه اثناء العمل. نحاول احنا واحنا شغالين ان احنا ما نحاولش نبقى متهاونين في البروكوجنز، متهاونين في تحضير الاشياء. يقول لي حضر 1 مولر، اروح ماسك كده بالمعلقه رامي اي كميه، طلع 3 مولر اي حاجه. الحاجات ده مثل يعني
بسيط يعني. لازم اعمل كل حاجه على قد ما اقدر اتجنب اي خطا اثناء التجربه. كل الاخطاء طبعا انا بتكلم على حاجه سهله يعني. فده لازم نتجنبه. ولازم النتائج اللي تطلع نحطها زي ما تطلع احطها، يبقى في مصداقيه النتائج. وكل خطوه وخطوه طبعا اي مشرف بيشرف على اي طالب ماجستير او دكتوراه يقول له لو دبانه عدت من قدام عينك وانت بتعمل البحث اكتب في ذبابه عدت من قدام عينك، لان ممكن دي تكون هي مربط الفرس للنتائج، هي دي اللي جابت النتيجه وهي اللي طلعت الاشياء. فبنكتب في كل مرحله من المراحل، بكتب الملاحظات في جميع مراحل البحث على شكل مستودات لان استفيد منها بعد كده، لان حتى لو انا غلطت ممكن البحث يطلع جيد جدا، تكون الغلطه دي اكتشاف، مش لازم تكون الغلطه دي تكون كارثيه. وطبعا ممكن التجربه تفشل فاقدر ارجع واشوف الكارثه دي حصلت منين، اقول اه والله اه ده انا بدل ما احط كذا حطيت كذا، او المفروض اعمل حاجه كذا ما عملتهاش، المفروض ما اعملش كذا عملته، وهكذا. يبقى تحري الدقه اثناء العمل. اهليه البحث العلمي يعني او الخبره، لازم تكون لما هتشتغل في القصه دي لازم تكون اهل للخبره دي في الشغلانه دي. طبعا يقصد بعدم اقحام الباحث نفسه في باي حاجه لا علم لها ما يعرفهاش. طبعا مش معنى كده ان احنا بنقول ان الباحث ده جاهل في الجزئيه دي، لا. يعني انا مثلا انا تخصصي مناعه وقلت والله عايز اعرف نبات مثلا احنا متعودين ناكله مثلا زي اكليل الجبل مثلا، هل اكليل الجبل ده بيقوي المناعه ولا اكله كتير يقللها، اكله كتير يزودها؟ فاكليل الجبل انا راجل مش بتاع نبات ومش بتاع كوكنزي، مش صيدلي اعرف علم النباتات والاثار الطبيه بتاعتها وهكذا. فابتدي اقرا واعرف، اقرا اعرف عشان ابقى اهل للعمل اللي انا هعمله ده، اكتسب خبره في مجالي الجزئيه ديت ان اعملها. لو ما عنديش خبره خالص مش هقدر اعملها. نبتدي نشوف ندخل على البحث حد معانا في الجزئيه دي يعني، ما مش عيب يعني. انا هنشتغل في حته طب دخل معاه طبي، هشتغل في حته جزئيه فيها علم فيزياء وكلام من دوت، ادخل ناس بتوع الفيزياء وهكذا. ادي يعني زي بالمثل البلدي كده، ادي العيش لخبازه في الجزئيه بتاعتي، او انا اتعلم اعملها ازاي. خامس حاجه في الجزئيه ديت السريه، السريه بتاعت البيانات، خاصة لو أنا بشتغل على إنسان. يعني طبعا الإنسان لازم يكون طبيب اللي بيشتغل. السرية خاصة لو أنا هستعمل بيانات فيها مرضى، يعني مثلا إحنا ممكن نشوف مثلا أنا عامل بحث سنة 2011 2012 2013 حاجة زي كده مش فاكر، جمعنا 7640 عينة للبني آدمين، لبني آدم، إن هم يخشوا في البحث معانا. طبعا السجلات بتاعتهم كانوا متبرعين دم، طبعا كنا بناخد كل ما الداتا بتاعته هو منين وفين وبتاع، لكن اجي عند الاسم ما اكتبش الاسم، لا حريه السجلات، لان مثلا طلع عندنا اثنين عندهم ايدز مثلا، مش هقول فلان الفلاني في المنطقه الفلانيه عنده ايدز افضحه وسط الناس وتبقى شغلانه، لا ما ينفعش. يبقى لازم حتى اما بنيجي نقدم، بتقدم على طلب انك انت تاخد سيرتيفيكيت انك انت تنشر البحث ده، تاخد رقم موافقه البايو اسكال كوميتي، بايو اسكس كوميتي. لازم تكتب انك انت لو في حاجات، لازم بيبقى في بعض السؤال في الفورمه اللي انت بتقدم اللي بتجي لك دي عشان تخشها عشان تكتبها، بتبقى فيها انت تحفظ البيانات دي ازاي. فلازم تقول ديكودد، لازم تقول ديكودد يعني انها سريه، او تحطها باسم رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه، اي كود انك انت تقدر ترجع للسكيلات اللي عندك، لكن ما تحطش باسامي، ما تحطش ان انا لو جيت اطلع على العينات الحاجه دي ما اعرفش اوصل للايه؟ للناس ديت. ده المطلوب بالسريه. وطبعا سريه العمل، حتى انا ما اكون انا طالب ماجستير شغال مع المشرف بتاعي، الشغل ده سري بيني وبين المشرف بتاعي، المفروض ما مش احنا عملنا كذا وعملنا كذا نقول نبوظ الدنيا. احترام الملكيه الفكريه دي مهمه جدا جدا، ان ما ينفعش انك انت في اي شغل معمول سواء بيتعمل حاليا او اتنشر او اتعمل ده تنسبه لنفسك، ما تجيش تقول كذا 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 وده كان كلام انك انت اللي اكتشفته. لا ما ينفعش الكلام ده. يبقى لازم اول حاجه لو في حاجه ما اتنشرتش او هتتنشر اطلب اذن كتابي، لازم اذن كتابي من صاحب الجزئيه دي.
والا ده يعتبر ممكن يرفع عليك قضيه وفيها شغلانه كبيره، يعني تعتبر سرقه ادبيه او استلال علمي او الحاجات دي. زي ما الاساتذه موجوده معانا في القسم المشرفين على الطلبه بيقولوا ما تكتب اي معلومه حط جنبيها مصدرها العلمي، حط جنبيها ريفرنس. هو ده الايه اللي مطلوب في الاساس يعني. يبقى احترام الملكيه الفكريه ان انا اي حاجه استلال علمي لازم يكون انسب اي معلومه لصاحبها. عايز استعملها سواء صوره من على النت، صوره من بحث تاني، او اي شيء من الكلام دوت، لازم يكون بموافقه كتابيه عشان ما تعرضش نفسك للمسؤوليه. السلامه، يجب انك انت وانت شغال اول حاجه تحافظ على نفسك، رقم واحد انت حافظ على نفسك ان ما يحصلكش اي خطر نفسي او جسدي او اخلاقي اثناء عمل البحث، وبرضه على الناس اللي انت بتشتغل معاهم او بتشتغل عليهم اذا كان بتاخد متبرعين او ناس في الحته دي. طب السلامه تحافظ على كل اللي حواليك، ورقم واحد تحافظ على نفسك. النشر المسؤول ده الغرض منه يعني انت عملت الشغل ده، الشغل ده عشان تقول انا عملت بحث وعملت بتاع، طب استفدنا احنا ايه؟ المجتمع استفاد ايه؟ استهلكت مواد واستهلكت فلوس واستهلكت حيوانات، فلازم تنشر الابحاث اللي انت وصلت لها دي. الابحاث اللي انت وصلت لها لازم تنشرها عشان يستفيد بها الاخرين بالنهوض بالعلم. طبعا ما فيش مانع انك انت تعمل بحث علمي عشان تاخد ماجستير وتاخد دكتوراه، تترقى في المكان اللي انت شغال فيه، تاخد مكانه في المجتمع، ده مش وحش، ده شيء كويس، بس لازم في الاساس انك انت تثري الحياه العلميه، وده بنسميه النشر المسؤول، انك انت تنشر النتائج بما يعني زي ما طلعت، زي ما هي طلعت. ولازم نعرف اننا لو جيت اعمل بحث على شيء وطلع مش حاجه، فمعروف في البحث العلمي زيرو از ريزلت، يعني الحاجه ما طلعتش معاك حاجه، يعني انت بتشوفها دي مثلا بيبطل الالم او بيزود الالم او بيقلل الالم، طلع ولا حاجه من دي خالص، فتكتب صفر ما بيعملش، ده نتيجه. ليه؟ عشان انا لما اجي بعديك اجي اشوف الكلام ده، اجي اعمل على نفس البحث اقول اه ده حد عمل وقال لا الحاجه المركب ده ما بيعملش حاجه، دي نتيجه، دي نتيجه ونتيجه قيمه. زيرو از ريزلت، عشان الناس ساعات بيطلع نتيجه ما طلعش حاجه تبقى قاعده زعلانه ومكتئبه، لا ده انت طلعت بنتيجه هايله ممتازه، عشان اللي بعدك يبقى عارف ان ده زيرو. حمايه البشر دي الحاجه اللي لو احنا هنشتغل مع بشر، طبعا انت لو بتشتغل يهمنا جدا لما بتيجي تقدم انت البروجكت بتاعك عشان تاخد موافقه، عشان تاخد بيه شهاده من لجنه الاخلاقيات، فلازم تقول لي انت الناس ديت اول حاجه لازم لا تستغلهم ولا تضغط عليهم ولا تستعملهم في اغراض غير البحث ولا حاجه، يعني ما تجيش بعمل بحث على السكري مثلا اقول للراجل والله يعني استغله في منطقه ثانيه، لا. فدي لازم البحث ده بيتكلم على منطقه معينه تخليك في منطقه معينه، ما تجيش انا هستعمله عشان اشوف مثلا بعمل تجارب على مرض ما، ان خلاص انت كتبت موافقه كتابيه ان انا اجري انك انت يجرى عليك التجارب ديت، ما اجيش اهلكه بقى يعني استنزفه جسديا بقى واسحب منه دم كتير واعمل فيه واحذبه يعني، لا لازم يكون في خصوصيه للانسان ده. لما بنتكلم على البشر خصوصيه للانسان، الرعايه، الحاجه الاجتماعيه، كل الجوانب اللي احنا ممكن تخطر على بالك لازم احترمها، وحقوق الانسان. نيجي للجزئيه بتاعتنا اللي هي الاعتناء بالحيوان، وهنتكلم بيها بالتفصيل دلوقتي. طبعا اذا كان بيستعمل اي نوع من الحيوان لازم يكتب انا بستعمل حيوان ايه، يعني انا بستعمل رات اكتب رات، بستعمل فأر استعمل اكتب فأر، بعمل ارنب ارنب، لازم اكتب يعني عليكش ريستريكشن، بس تقول انت ما تكتبش انت هتعمل تجارب على فأر وتعمل على ارانب، فده يعتبر غش، عشان دي ليها حاجات ودي ليها حاجات، عشان لو متابعه زي ما احنا هنشوف بعد شويه كده لازم يبقى معروف انت بتكتب ايه، ايه اعمل عايز تعمله، بس يبقى العمليه واضحه وتكتب انت هتستعمل انهي حيوان بالظبط. ده كل ما يخص الوضع البحث العلمي، اخلاقيات البحث العلمي. في اخلاقيات الباحث العلمي نفسه، في اخلاقيات لازم الباحث العلمي يتميز بيها، دي جزء، السبع اشياء دول جزء من او الثمان اشياء اللي طالعين دول جزء من الكل. تبدا بالتواضع وتنتهي بالتغذيه الراجعه، ان انا
ابتدي كل حاجات كتبتها ابتدي اراجع نفسي، اشوف اللي انا عندي، عملت بامانه، عملت بمسؤوليه، كل الاشياء دي. مش هطول في الجزئيه دي كلها بتاعت ايه موجوده، لسه موجوده. نيجي بقى لضوابط الامانه العلميه. في حاجه اسمها ضوابط الامانه. الامانه العلميه هي ضوابط، ليها ضوابط. اول حاجه الامتناع عن اي دراسه تتعارض مع القيم والمبادئ الدينيه والمجتمعيه. يعني مثلا المبادئ الدينيه، مثلا انا بدي امثله يعني تافهه او بسيطه عشان ايه تبقى سهله. يعني مثلا ما اجيش مثلا اجي مثلا حاجه ضد المبادئ الدينيه، اقول مثلا انا هعمل لحم خنزير مشوي مضاف عليه صوص توميتو ونشوف بقى هل هذا يسعد البشر ولا ما بيسعدش البشر. احنا مجتمعنا الديني لا، ما ينفعش ان انا استعمل حاجه، استعمل الخنزير مثلا على مستوانا المجتمع الاسلامي يعني. فده ما ينفعش، ده ضد المبادئ الدينيه، ما اعملش انا بحث، ما ابتديش فيه اصلا. وفي حاجات مجتمعيه كتير انا مش هتكلم فيها. الالتزام بالنظام والقوانين المحليه والدوليه النافذه في الدوله دي. في الدوله دي عندها قوانين وحاجات تنظيميه ولوائح، لازم اتبع اللوائح والقوانين في الدوله اللي انا موجود فيها، مش بس الدوله اللي انا موجود فيها، على مستوى الدوله كمان. يعني ممكن الدوله تكون القوانين فيها ما حدش بيبص عليها، لكن مجرد ما انشرها العالم كله هيبص عليها، هل ده ماشي مع حقوق النشر مثلا والتاليف في الدول العالم؟ هل خدت انا صوره من على النت، خدت صوره من يجي بحث مثلا، في واحد عمل صوره جميله مثلا اللي عمل قطاع في نسيج، عمل صوره لنانو بارتيكلز، عمل صوره جميله وانا بكتب الريفيو بستشهد بيها، هل عشان انشرها في بيبر خاصه بيا ينفع؟ لا ما ينفعش، لازم ابعت للراجل ده اقول له هل تسمح لي ان انا انشر الصوره بتاعتك ده في البحث بتاعي، ويبعت لي جواب بخط ايده بخط، ما يقوليش اوكي كده على الايميل، يبعت له بخط ايده الموافق انك انت تنشر البحث الصوره كذا في البحث كذا، وهكذا. وقص عليها بقى الحاجات اللي مكتوبه في الباراجراف ده رقم 2 دوت. وانا بكتب الاشاره الى المصدر او المصادر التي اقتبس منها. حاجه اقول والله وجد في منطقه عسير انتشار فيروس بي بنسبه 3%، واسكت. لو سكت يبقى انا اللي قلت كده، دي المعلومه دي اللي انا اكتشفتها. لا، اقول مثلا عن فلان الفلاني، عصام ابراهيم هو اللي اكتب جنبها في بتاع عصام ايتال او ابراهيم ايتال او حامد غرامه ايتال، زي ما بتكتب بطريقه المصدر مثلا اي حاجه بتاع، زي ما بنكتب اكتب مين ده، عشان وتحت في قائمه المراجع اكتب عنوان البحث اللي قال الكلام ده، عشان انت لو حبيت ترجع تشوف الراجل ده لم العينات ازاي وحللها ازاي وعملها ازاي، عشان تعمل نفس القصه فتبتدي تعمل القصه دي. عدم تكرار نشر الورقه العلميه. ما اجيش انشر الورقه العلميه النهارده في مجله اكس وبعد كده اروح احورها شويه كده وانصرها واي، او اروح اسجلها في مؤتمر على اساس انه بحث جديد. ممكن تروح مؤتمر تقول الابحاث اللي انت عملتها، تقول والله انا نشرت هنا، انا نشرت في الايه؟ في الجزئيه دي، نشرت الابحاث ديت في الجزئيه ديت في المجله كذا، دي ما فيهاش مشكله. لكن تقدمها على انها عمل جديد او تروح تعمل لها سبمشن في مجله جديده، لا. ممكن ان انا اجي اعمل مثلا، كنت عملت بحث مثلا بدور على تاثير الحاجه على الجهاز المناعي، وقست مثلا من السيتوكاينز بس، ممكن اقيس نفس الحاجه تانية كانت يمكنها ساعتها كده، ممكن اقيس السيتوكاينز واقيس التعديل الجيني، تاثيرها الجيني على المولوكولار ليفل، على اشياء تانية، على السيل سايكل، على الحاجات ديت، اكتر فيها شويه. يبقى انا عملت اضافات وعملت تعديلات جوهريه، وبكتب انا في المرحله السابقه عملت السيتوكاينز وبكمل الجزئيه ديت. دي في حاله هي مقبوله، لكن هي زي ما هي كده يعتبر ليش. يبقى ده بعض ضوابط الامانه العلميه. ضوابط الامانه العلميه ليها عندنا على موقع الجامعه الجزء بتاع البايو اسكس، السايت بتاعها هتلاقي موجوده تحت اللينك ده، هنشوف بنوصل له ازاي. طبعا ده موجود بي دي اف، لازم كلنا نفتح ونخش ونشوف ونقرا، لازم نقرا طبعا، دي كتيره جدا مش هيسعنا ان احنا نقولها كلها في المحاضره ديت. فانا حطيت لك الرابط بتاع الضوابط العلميه، وهنشوف دلوقتي نوصلها ازاي. دي كلها بتشرح الروابط، ضوابط الامانه العلميه ان ديتيلز. نيجي بقى في الجزء اللي خصنا عشان نوصل
للجزء الاخير اللي هو احنا اتكلمنا على الاخلاقيات و عشان نتكلم ازاي نشتغل على الحيوان. احنا عندنا في كل جامعه او في كل جامعه تقريبا عندنا هنا في السعوديه فيها لجنه اسمها لجنه اخلاقيات البحث العلمي، خاصه اسمها بايو اسكس كوميتي. بايو اسكس بايو يعني القيم الحيويه، القيم الحيويه لجنه تعنى بالتاكد من السلامه الاخلاقيه للادوات البحثيه اللي بيتم تطبيقها اثناء اجراء البحث ومراعاته لخصوصيات ايه بقى؟ الانسان وحقوقه وكذلك حقوق الحيوان والرفق بيه. يعني انت بتقدم للجنه دي المشروع البحث بتاعك قبل ان تبدا فيه، نحط 10 خطوط تحت ديت، مش تعمل البحث وتيجي تاخد شهاده عشان المجله اللي انت بتقدم فيها قالت لك انا عايزه الرقم بتاع البايو اسكس كوميتي الموافقه بتاعتها لجنه الرقم بتاع لجنه الاخلاقيات تقوم تقدم عشان تاخد. لا ده غلط، واحنا لسه رافضين بحث بالطلب بزي ده، كاتب الابستراكت عملت وسويت وريزلت وريكومنديشن وكل شيء. طب ما انت عملت، جاي تسالني ليه؟ هل انت اشتغلت على الحيوان ده صح؟ هل انت اشتغلت على الانسان ده صح؟ انت تقول قبل ما تعمل، مش تعمل وبعد كده تيجي تطلب الشهاده. فدي اللجنه دي مهمتها انها تشوف تراجع البروجكت بتاعك صح ولا غلط، زي ما هنشوف يعني في ماشي على الضوابط ولا مش ماشي على الضوابط زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا ايه اهداف لجنه اخلاقيات البحث العلمي سواء في جامعه الملك خالد او في اي جامعه؟ طبعا استلام المشاريع والمقترحات البحثيه عشان تتاكد انها مطابقه للاحكام الشرعيه والانظمه اللي موجوده في البلد ديت. على سبيل المثال احنا موجودين في المملكه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، لازم تتبع القوانين والانظمه الشرعيه اللي فيها. مراجعه المقترحات البحثيه وتقويم هل هي مجرد فور فن ولا ليها فوائد. طب ليها فوائد، فوائدها احسن من مخاطرها ولا فيها مخاطر كتير؟ بيبقى في سؤال صريح في النموذج اللي انت بتملاه، ايه الفوائد وايه المخاطر المحتمله، ايه الفوائد المحتمله وايه المخاطر المحتمله لما تيجي تقدم على طلب موافقه من لجنه البايس. التحديث المستمر لقاعده البيانات ده مهمه اللجنه. التعريف بدور اللجنه ومهامها عشان تقول للناس احنا ليه اللجنه دي موجوده وايه فائدتها. تشجيع البحث العلمي وتطويره من خلال تسهيل، يعني اللجنه دي مش معموله عشان تعذب الناس، بالعكس هي معموله عشان تحمي الباحث نفسه رقم واحد، وتحمي الحيوان وتحمي الانسان وتحمي المجتمع ان الدنيا تبقى ماشيه صح. طب بتتكون من ايه اللجنه سواء عندنا او في اي لجنه تانيه؟ موجوده رئيس لجنه. اول حاجه رئيس اللجنه لازم يكون من اعضاء هيئه التدريس عشان يبقى له في البحث العلمي وله خبره في البحث العلمي. احنا عندنا هنا في جامعه الملك خالد رئيس اللجنة هو الدكتور محمد أبو دهمة، وكل رئيس ده لازم يكون له نائب. عندنا الدكتورة أشجان هي من كلية الصيدلة، الدكتور محمد أبو دهمة عميد البحث العلمي طبعا، دكتورة أشجان دي من كلية الصيدلة. ولازم في أعضاء، يبقى الأعضاء ده من 7 إلى 11 يكونوا أعضاء هيئة التدريس عشان يبقى لهم في البحث العلمي. وطالما بايو اسكس بنركز على كلية العلوم، على كلية العلوم الطبية التطبيقية، على كلية الطب، بالاضافه لممثل للمجتمع المدني بيبقى واحد بره الجامعه، بيبقى عندنا احنا موجود حد من واحد من مستشفى عسير، وفي ناس بتبقى ممثلين للقانون والشريعه. وانا الحمد لله عضو من ضمن اللجنه دي. يتم اختيار الاعضاء. طب الاعضاء بقى اللي هم موجودين هل ليهم ضوابط في القصه ديت؟ اول حاجه لازم يكون اكاديمي، ده رقم واحد، لازم يكون راجل او حد ليه في البحث العلمي، ولازم يكون يتمتع بالاخلاقيات والبحث العلمي، ما يجيبش اي واحد يعني متسيب اقول له تعالى اظبط الناس. يكون هناك توازن بين اعضاء الاعضاء، في رجال وفي نساء، والدرجات العلميه لازم يكونوا اساتذه واساتذه مشاركين او مساتذه ساعدين كمان ما فيش مشكله، ولازم يكون حسن السمعه والسلوك، ويوافق على توقيع على اقرار الحفاظ على السريه، دي مهمه جدا جدا جدا. يعني انا ما يجيش بحث جالي في البتاع افشي يقول والله ده انا جالي بحث في اللجنه بيقول كذا 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 كذا، يقوم الراجل لسه راجل حي يعمل البحث، يجي واحد يعمله ويخلصه قبل يضيع عليه مجهوده كله. يبقى لازم السريه، ان يوافق ان يلتزم بمتطلبات التعلم والتدريب، مش بس انك انت دخلت في اللجنه كده وخلاص، لا لازم تبقى تعمل ابديت لنفسك كل فتره. يعني على سبيل المثال عشان تدخل في اللجنه دي لازم تاخد دوره في امريكا، يعني الدوره هي اللي هي سيتي بروجرام اللي انت شايفينها اهي، اللي هي اختصار لكلمه كولابوريتيف انستتيوشنال تريننج انيشيتيف، ده اختصار كلمه سيتي.
ده بدوره شديده جدا ومكثفه جدا وفيها امتحان شديد يعني، ولازم عشان تاخد الشهاده دي على الاقل على الاقل تاخد 80% من النتائج، اقل من 80% الواحد بيحصل له فيل ويعيد الدوره من تاني. وطبعا دي بالدولار وعلى حساب العضو مش على حساب الجامعه. مش بس كده، في كمان عندنا اللجنه الوطنيه للاخلاقيات الحيويه لازم كمان تخش دوره برضو نفس الدوره بنفس الصعوبه، ولازم على الاقل برضو تجيب 80% من السكور بتاع الدوره، دوره طويله بتبقى الدورات دي كلها اونلاين. وزي ما انت شايف مش الدوره الشهاده مش عامه كده تاخدها وخلاص، لا دي ليها اكسبار دي زي ما انت شايف هنا، دي منحت سنه 2022 زي ما انت شايفين تحت كده، والاكسبايري ديت بتاعها 2025 يعني بعد كده الشهاده دي نوت فاليد، لازم اخش دوره جديده اعمل ابجريد لنفسي لو استمر في نفس اللجنه، اعمل ابجريد لنفسي نشوف ايه الحاجات الجديده، ايه الحاجات اللي طرقت على البايو اسكس. نيجي بقى للجزء بتاع اللائحه التنفيذيه لنظام اخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحيه. دي برضو موجوده كتيب موجود على السايت بتاع الجامعه، هنشوف نوصل له ازاي، وادي الرابط بتاعه عشان تسهيلا عليكم، وهنشوف ادي الكونتنتس بتاعت او محتويات اللائحه. الفصل الاول بنيجي من اول الفصل السابع، موافقه بعد التبصير، البحث العلمي على الانسان، البحث العلمي على السجين، حالات خاصه، كل من اول السابع للعاشر، ده كل ده يخص بالبحث العلمي على الانسان. الجزء الثاني عشر ده استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب، ودي دي الجزء اللي يخصنا موضوع المحاضره. طبعا احنا لو اتكلمنا في الفصل الثاني عشر ده محتاج لوحده 3 ساعات، فاحنا مطلوب من كل واحد سواء دخل في البحث دخل المحاضره النهارده او كل يعني الاساتذه عندنا لازم يخلي الطالب اللي عنده يعمل داونلود للكتيب دوت ويقراه كويس او يقرا الفصل الثاني عشر لانه فيه كل الاحكام والمطلوبات. وفي لجنه، وطبعا من ضمن الحاجات في لجنه النظر في المخالفات في 10 عقوبات، لانك انت لازم تكون عارف انك انت لو مشيتش على الاس اكس ديت هتتعاقب. يعني في لجنه ما تجيبش انسان تعذبه. يعني في مثلا لما كنت في تكساس كان في واحد بيشوف مدى الالم السيتوكاينز اللي بتطلع في جسم الحيوان لما يتعرض لضربه رصاصه في ركبته، كان بيجيب ماعز ويضرب رصاصه في ركبته ويسحب منه عين الدم بسرعه كده يشوف ايه قبل الرصاصه وبعد الرصاصه. طبعا ده دخل السجن طبعا، ده جنان، ده تعاقب، ده تعاقب. اما تفتح الكتيب كده هتلاقي مكتوب عندك الفصل الثاني عشر استخدام الحيوان والنباتات، ده اللي قلنا الفصل الثاني عشر في التجارب. اولا الماده الثانيه ثمينة والثلاثون من النظام. اول حاجه احنا طبعا مش هنشرح الكتاب، انا هديكم بس دي اول صفحه، وبعدين كده ناخد الاوفر فيو اللي انت مطلوب منك ايه تعمله، او بعد ما تقرا الكلام ده المفروض تعمل ايه عشان انا ما اجي اراجع عليك تبقى الدنيا سليمه معاك، او انت تقدم مشروع سليم من الاول ما يترفضش. يجوز استخدام الحيوان رقم واحد لاغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبيه او العلميه بشرط، ايه الشرط ده؟ الا تسبب الما غير معتاد للحيوان الذي تجرى على التجارب. يعني ما تاخدش الحيوان ده حيوان تقعد تعذب فيه، لا انت واخده عشان تعمل حاجه نبيله، فتحاول على قدر الامكان تقلل الالم اللي انت ممكن تسببه بالتجارب دي. يقصر الاستخدام الحيوان على البحوث التي لا يمكن ان تحقق اهدافها دون هذا الاستخدام. يعني انت لو مجبر انك انت تستعمل حيوان ماشي، لكن لو انت عندك طرق بديله زي مثلا زراعه الانسجه، زراعه الخلايا، بي سي ار، اليزا، اي حاجه ممكن توصل بيها بدون استخدام الحيوان ده ممكن تعمل القصه دي. طول ما في بديل ما تستعملش حيوان. يحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهدده بالانقراض. طبعا دي الحيوانات المهدده بالانقراض دي عليها حظر كبير، ومش بس بتاخد موافقه من اللجنه دي، انت بتاخد موافقه من وزاره الزراعه، من الحياه الفطريه، حاجات كتير عشان تعمل بحث، وبيبقى لازم يكون ليك اسباب وجيهه جدا عشان تتكلم على الحيوانات المهدده زي ما هنشوف بعد شويه. هل في اسكس ثانيه بتنظم العمليه غير اللجنه ديت؟ في عندنا المنظمه العالميه لصحه الحيوان حطت شويه مبادئ تحكم حقوق الحيوان، سموها اختصروها في حاجه اسمها 3 ارز، هم الاجانب بيحبوا يقول لك 3 ارز، 5 اتش، 5 دبليو، 7 دبليو، واي وير اند وين، الحاجات اللي انت عارفها.
فهنا بالنسبه للحيوان قال لك 3 ارز. اول ار اللي هي ايه؟ ريدكشن. ريدكشن يعني خفض اعداد الحيوانات المستخدمه في التجارب، يعني انت استعمل الحد الادنى من الحيوانات. يعني ما بقاش عندك بيت حيوانات تجارب، نستعمل في نقسم 20 جروب وكل جروب 30 فار. لا، انت لو تقدر كل جروب، طبعا الحد الادنى عشان الاستاتستكس بيبقى مثلا 6 فئران، ما بتزودش، يعني استعمل الحد الادنى، ده ريدكشن. استبدال الحيوان بتقنيات غير حيوانيه، دي اللي احنا شرحناها، قلنا لو في تقنيه تانية ممكن نستعملها اللي هي بنقول ريبليسمنت، دي تاني ار. ثالث ار لا ريفاينمنت، اللي هي استخدام الاساليب التي تخفف او تقلل الالم او المعاناه او الضيق المحتمل وتعزز رفاهيه الحيوان للحيوانات المستخدمه. دي ثالث ار، دول 3 ارز لازم انت تتبعهم. نيجي بقى ما يخص الباحثين والمسؤولين على اتمام التجربه. دي طبعا هناخد اوفر فيو عن الكتيب دوت، وانت المفروض تعمل ايه، يعني هي مدمجه، انت المفروض تعمل ايه والكتاب بيقول لك اعمل ايه. فهناخدها في 10 12 نقطه كده بسرعه عشان ما نطولش عليكم وباختصار. اول حاجه رقم واحد، كل الباحثين سواء كان استاذ او طالب او فني او عامل لازم يكون عنده فكره درايه تامه باخلاقيات التعامل مع الحيوانات، يعني عامل الحيوان ازاي. تاني حاجة إن الفريدة يتعهد بتقديم كل المعلومات الصحيحة عن طبيعة البحث، وأنت بتقدم للجنة البايو إيسكس لازم تقول والله أنا هستعمل الكائن ده بالطريقة ديت، والفايدة المرجوة، وإيه المخاطر اللي قد تتوقع متوقعة لما أجري التجربة دي على الحيوان ده، وأقدمها للجهة الرسمية اللي هي بايو إيسكس كوميتي اللي موجودة في جامعة الملك خالد حاليا. يجب أن تتم العناية بالحيوان بشكل ده، يعني ما احطلوش اكل وانا قاعد موجود واسيبه اروح البيت المايه تخلص الاكل يشرب يخلص. لا، لازم لو في دوريه يكون احسن، في ناس تشتغل بالنهار وناس تشتغل بالليل، ما اجيش في الويك اند اروح اتفسح واسيب الحيوان ما بياكلش وما بيشربش. مش بس مساله اكل وشرب، لازم التهويه، لازم النظافه تحت الحيوان، القفص بتاعه ما يبقاش تحتيه روث او اي شيء او الحاجات دي، لازم كل الحاجات دي اهتم بصحه الحيوان والعنايه بيه عشان حتى مصلحه التجربه. يجب الاهتمام بمسكن الحيوان، لازم اوفر له الماء، الغذاء، النظافه، تخلص من الفضلات، رعايه صحيه. الرعايه الصحيه طبعا يفضل يكون في بيت الحيوان طبيب بيطري متفرغ لبيت الحيوان فقط، يعملوا تحليل بول وتعملوا تحليل براز، يشوف الاكل اللي جاي ده نظيف، المايه معقمه. دي الناس بتوع الطب البيطري يفهموا احسن مني في الكلام دوت، فلازم يكون موجود بالمنظر ده، ولازم يكون يشوف الاصابات، الازدحام، ما بيجيش صبت او قفص بتاع الفيران او الراس ياخد 5 او ياخد 10 حط 30 فار، ده طبعا هيعمل ضغوط نفسيه وزحمه، وممكن لو في عدوى فار واحد يبتدي ينقل عدوى كل الفيران اللي موجوده عنده. لكن يجب التحكم في بيئه الاقفاص او الحظائر حسب المتعارف عليه، الاقفاص اللي بتاعت المايس للمايس، الرات للرات، الجنيه بيج جنيه بيج، الرابت لو حيوانات اكبر شويه زي الماعز، هنعمل حاجات للمنكز، الفاس بتاعت المنكز، والحاجات لو هتعمل حاجات اللي هي محاكاه للانسان وهكذا. لازم الحاجات دي نحافظ عليها، ونحافظ على الحاجه الاحتكاكات الاجتماعيه بين الحيوانات دي، سواء جسماني او مرئي او سمعي او شمي، الحاجات دي كلها لازم ناخد بالنا منها. يجب التاكد من الحاله الصحيه للحيوان قبل البدء بالتجارب، يعني ما اجيش على فرع عيان واجي اعمل عليه تجربه وتطلع النتائج ما يعلم بها الا ربنا، غير القصه دي خالص. يعني ما اجيش الحيوان مثلا زي بيت الحيوان موجود في جريجر مثلا، ده مثلا في بره كده بيبقى الشباك مفتوح والهواء جامد واحنا بلد برد، ممكن يخش هواء ببساطه، ممكن الحيوان يجي له انفلونزا زي الانسان بالظبط، يبقى بيطلع سيتوكاينز وبيطلع هرمونز وبيطلع رد فعل فيسيولوجي، الناس بتاع الفيسيولوجي عارفين اكتر مني في الكلام ده، او الناس بتوع الطب البيطري طبعا اساتذتنا اللي موجودين معانا في القسم يعرفوا الكلام ده كويس. فبيبتدي يطلع لك تجارب نتائج غير النتائج، وده في الاساس انك انت ده عدم التقايد بالمنهج الاخلاقي مع اجراء البحث العلمي على الحيوان. لازم الحيوان تحافظ عليه وتخليه في حاله صحيه طول الوقت حتى لله، يعني عشان خاطر لا يجوز اجراء تجارب تتضمن اي تحوير وراثي. ممنوع انك انت تعمل تجارب من شأنها انك انت تغير التركيب الوراثي بتاع الحيوان، ده لا يجوز الا اذا اديت مبررات واسباب ان انت بتعمل حاجه مفيده للبحث العلمي او للبشريه. يعني مثلا حد مثلا كان في فار عادي الناس حورته جينيا اللي هي ترانس جينيك مايس،
طب ايه الفايده؟ حوره للكائن الحي الى متحور جينيا. طب ده ضد الطبيعه بتاعت الكائن ده. بس مثلا احنا عندنا التجارب بتاعت الفيروس سي او الفيروس بي بتاع الانسان ده، لا يمكن انك انت تعدي فار او تعدي ارنب او اي حيوان غير الحيوانات اللي شبه الانسان قوي زي الجرين مونكي. وده الجرين مونكي الواحد ده ثمنه مش عارف $6000 او حاجه زي كده، محتاج مجموعه عشان تعمل على التجارب كنترول وكذا تجربه ومش عارف ايه، مكلف جدا. فعملوا الترانسجينيك مايس ده بحيث ان الليفر بتاعه يبقى الهيباتوسايت بتاعتها او الخلايا الكبديه تشبه خلايا الانسان، فيبتدي الفيروس يقدر يخش ويعديها. فكده يعني، والفار حجمه صغير وممكن تحط 10 فئران في قفص واحد او اقل مثلا، اقصى سبب كبير يعني تقدر تعمل. تقدر طبعا لما تشتغل على فيروس، عشان تشتغل على فيروس او بكتيريا دي مهمه جدا برضو، لازم الناس تعرف الكلام ده، ان لازم عشان اشتغل على فيروس او بكتيريا ما اشتغلش في الدنيا المفتوحه كده اللي هي باثوجينيك بكتيريا وباثوجينيك فيروس، لازم يكون في اللي هي الجريد 3. الجريد 3 اللي هي بعد جريد 2 طبعا تبقى فيها هيبا فلترز وحاجات دي اللي ما بتعديش الفيروس، وفي تبقى في بيئه امان عاليه جدا عشان خاطر تحكمها. لو قدمنا ان احنا قلنا عملنا انفكشن او عملنا تشالنج للحيوان بفيروس وبتاع، اول حاجه اسالك انت عندك المعامل مجهزه اريا 3 ولا لا، او جريد 3 ولا لا، فده ممكن يؤدي الى الغاء البحث وممكن يبقى فيها مساءله جنائيه كمان، يعني مش حاجه بسيطه. بس لا يجوز اجراء التجارب على الحيوانات المعرضه للانقراض. حيوان هينقرض ما فيش اعمل عليه تجارب، اموته اضيعه خالص. دي طبعا دي بتبقى بتناسق مع وزارات كتير زي البيئه الفطريه، الحاجات دي طبعا بغرض تكسيرها، ده ماشي، ده بتبقى ليها قصه تانيه وكذا جهه بتبتدي تتفق عليه. وبرضه لا يجوز تلقيح حيوان مع حيوان من نوع تاني. ما اجيش اجيب ماعز مع حمار مع مش عارف ايه، الحاجات دي لا يجوز انها ان احنا نعمل كروس ميتنج فيه حاجات مش طبيعيه كده. يجب على الباحثين تجنب تعريض الحيوان للتوتر. يعني ما تجيش انت تعمل التجربه بتبقى شايل الحقنه بتاعتك السيرنج اللي انت هتشتغل الحاجه وداخل على الحيوان هاجم عليه كده يحس ان عزرائيل جاي ياخد روحه. لا، لازم احنا يعني بتخش على في طريقه معينه، بتخش على الحيوان بطريقه، ما تبقى لابس لبس معين، ما تحطش في اليوم ده اي نوع من انواع البرفيومز او العطر عشان ما يحفظهاش، لانه لو شم العطر ده وانت جاي حس شم عنده بعيده هيبتدي وانت لسه داخل من باب بيت الحيوان هبتدي يتوتر. وبالمناسبه بيت الحيوان ليه اوت محدد ومعين ومعترف بيه، مش اي حاجه كده وخلاص، ليه مداخل وليه مخارج وليه مكان للتعقيم وليه مكان لحفظ الحيوانات الميته والحيوانات الحيه، الحيوانات اللي لسه واصله ليها مكان عشان تعمل ادابتيشن على المكان وتتعود عليه، بعد كده تتنقل لمكان المعيشه، ومكان المعيشه لازم يكون غير المكان اللي انت هتحين فيه، لازم تاخده من مكان المعيشه تنقله لمكان الحقن، وبعد ما تخلص حقن تسيبه يهدى شويه ترجع له مكان المعيشه بتاعته تاني. وبتبقى العمليه انت مشيت في كوريدور في طرقه او سيب تمشي بالاتجاه اللي انت رايحه، اتجاه وان واي، كله وان واي كده، اتجاه واحد تروح تخرج من ناحيه تانيه، وانت داخل بتغير ملابسك وكله وترجع اللفه دي زي حرف اليو كده، ترجع للمكان اللي انت ابتديت فيه، ترجع الملابس اللي انت غيرتها، ما بتروحش الملابس اللي انت جاي بيها من الشارع، بتقلع تلبس ملابس معقمه، جزمه معقمه اوفر هيد جلافز، وتخش تعمل الشغلانه دي، وانت خارج تقلعهم والحاجات اللي انت قلعتها دي تتعقم تاني او بتبقى ديسبوسبل على حسب الظروف. في حال ان الحيوان المستخدم في التجارب غير قادر على الحياه، يعني انت بتعمل تجربه هو خلاص انت لازم تموته، فبتبتدي تعمل حاجه اسمها قتل الرحيم. في اي حال من الاحوال، ودي احنا بنركز عليها قوي في اللجنه، انت بعد ما بتخلص التجربه لما خلاص الحيوان هتذبحه عشان خاطر تاخد الدم تاخد الاعضاء الداخليه، هتموته ازاي؟ لازم تكتب مسكن او سوري مش مسكن اللي هو مخدر، تكتب نوع المخدر وهتخدره ازاي، انتروبروتينيل ولا انتراماسكولار ولا هتشممه ولا الحاجات دي. اللجنه ما عندهاش اعتراض، انت اهم حاجه تغيب الحيوان عن الوعي، تبتدي تعمل الشغل اللي هو يبقى فيه حاجه صعبه شويه، ده ما فيهوش اي مشكله خالص، بس يجب ان تذكر الطريقه. بيجي لنا ابحاث جميله جدا وشغاله، لكن ما بيقولش انا موتت الحيوان، زي بيقول لك
مايس از ساكريفايد راد از كيلد مش عارف ايه، لا كيلد ازاي وموته ازاي، لازم تكتب الطريقه، لازم يبقى حاجه تافهه كده، ممكن ما ياخدش موافقه اللجنه، لانك انت معنى كده ده انت بتقول لي ان انا اعدمه بطريقه غير انسانيه او متعارضه مع استخدام الحيوانات التجارب في الحاجة. يجب عدم اعاده استخدام الحيوان الذي تم استخدامه من قبل. يعني انت عندك حيوان عملت عليه تجارب، ما تعملش عليه تجارب، لان هو اصلا بيبقى متاثر بالتجربه دي. ده مش عشان خاطر بس حفاظا على الحيوان انه يتعرض لكذا مره من التريتمنت، لا كمان ان احنا عشان النتائج تطلع نتائج حقيقيه ما تبقاش متاثره بالطريقه بالتجارب اللي تم عليها اللي تمت على الحيوان قبل كده. طبعا اذا كان استخدم بشكل طفيف، يعني مثلا حاجه زي كده، اقول مثلا تاثير الاكسجين، قله الاكسجين في ابها، اجيب فاره سويعي يتنفس بالاكسجين اللي موجود على مرتفعات ابها هنا، واظبط له درجه الاكسجين اللي هي موجوده تحت على مستوى البحر، واشوف الحاجات ديت كده وخلاص. ممكن الفار ده ممكن اعاده استخدامه، ده يعتبر استخدم بشكل طفيف، ما فيش حاجه انفيزيف او حاجه تغير في السولوجي بتاعه او حاجه كسبته مناعه او حاجه قللت التولرنس بتاعه او اي حاجه من دي. وفي جميع الاحوال لازم ابلغ لجنه البايو اسكس، اقول لهم والله الفار ده تم استخدامه قبل كده، او مجموعه الحيوانات دي تم استخدامها بالطريقه الفلانيه، وده ممكن يتم استخدامه بطريقه ثانيه. للناس الخبراء اللي موجوده في اللجنه تقول هل يجوز او لا يجوز، وتدي الريكومنديشن بتاعتها. اخر حاجه عشان ما نطولش عليكم النهارده، ده طبعا الكلام ده اوفر فيو، لان الكلام ده محتاج 3 ساعات شرح في الشابتر 12 اللي احنا اشرنا عليه. بعض المعلومات قد تسبب الما للحيوان، يعني ممكن انت عندك شغل ممكن يسبب الم للحيوان، انك انت مثلا لو زرعت فيه خلايا سرطانيه بيتكون كتله سرطانيه، بيبقى شال كتله قد جسم الحيوان نفسه، بتسبب الم وتسبب حاجات ازعاجات اللي هي مش قادر يتحرك، ممكن حاجات تسبب تقيح للحيوان على جلده على عينه والحاجات دي. ده يفضل انك انت يجب توفير قاتلات الالم للحيوان اللي هي المسكنات، تعرف مسكن ايه؟ دي المسكن، يعني عشان بقى ما تدخلوش اثناء التجربه اللي هتقعد شهر شهرين او اقل، انك انت يفضل يتالم الحيوان، دي المسكن والتجربه ماشيه في حالها. طبعا التجارب دي اللي هي مثلا بتبقى ممكن انك انت تجبر الحيوان على منع الحياه، تقيده لفتره طويله، ممكن تصومه يبقى صايم لمنع الاكل والشرب، لو رغم انك انت تحقنه بخلايا سرطانيه تنمو فيه، الوفاه الحتميه في نهايه التجربه، ان انت بتعمل عليه تجربه عارف ان هو في النهايه هيموت بسبب التدهور في حالته الفسيولوجيه، فتبتدي تديله حاجات تخفف الالم. ناس بتشتغل على الجلد، تهري الجلد، تعمل في تقيح، تعمل في اي حاجه، هتشيل القرنيه، هتركب له قرنيه، فدي حاجات مؤلمه جدا، فلازم تديله مسكنات الالم. لما تيجي تسحب منه من القلب او العين، طبعا يفضل انك انت تخدره قبل الحركه ديت، فبتديله مسكنات للالم او بتديله بالذات سحب العينات من العين ديت لازم تخدره، عشان خاطر دي بتبقى مؤلمه جدا. ده كده ما يخص الباحثين والمسؤولين عن اتمام التجربه بالنسبه ما يخص الحيوان. طب السؤال بقى، طب انا عايز ابتدي منين؟ يعني ازاي ابتدي ان انا اقدم المشروع بتاعي؟ يعني مثلا كل رساله ماجستير تشتغل على الحيوان لازم، ودي شرط، لازم تقدم للجنه البايو اسكس بعد ما تاخد طبعا بعض الاجراءات، لما نخش ناخد موافقه القسم والكليه والجامعه، لما يجي لي موافقه الجامعه اقدم على طول للجنه البايو اسكس، والله انا هستعمل الحيوان في التجارب الاتيه، وابتدي اعمل القصه دي. فبعد ما بنوافق على القصه ديت بالماجستير بالذات او البحث او بحوث التخرج، بحوث التخرج احنا في اللجنه بالمناسبه بيجي لنا كل بحوث التجارب من كل الكليات الطبيه، كليه الطب، كليه علوم طبيه تطبيقيه، كليه الصيدله، ما عدا كليه علوم، ما عدا كليه قسم الاحياء، ما بيجيليش طالب يعمل بحث تخرج في يشتغل على الحيوان يقول انا عايز موافقه الباي اسك كوميتي، ما فيش حد بيطلب من كده، ونادرا ما بيجي لنا حتى، يعني احنا عندنا ابحاث كتير في القسم من قسم الاحياء ما بيجيلناش، يعني انا ملاحظ طبعا احنا بيجي لنا عشان بس الناس تطمن، الناس بيجي لنا الابحاث دي ديكودد، بيبقى مشفره، بيشيل الاسم الباحث واسم
السي في، ان انت بتقدم اسمك واسم الباحثين اللي معاك، الحاجات دي كلها بتيجي لنا ممسوحه، انا بيجي لي كعضو في اللجنه البحث فقط بدون اسماء. بس طبعا معروفه كل اللي بيجي لي، بيجي لي شغل على الانسان، ما بيجيليش شغل على الحيوان ده، فبعرف ان ما بيجيليش حاجه من قسم الاحياء. فلازم ناخد بالنا ان احنا لازم ناخد موافقه اللجنه، مش هنخسر حاجه، دي حاجه مجانيه، دي حاجه مجانيه بالعكس، هتدي حاجه قيمه للبحث، وقيمه لبحث التخرج، وقيمه للبحث اللي بيتعمل في القسم. طب اعمل القصه دي ازاي؟ اول حاجه نروح للصفحه الرئيسيه للقسم عشان اقدم على، عشان ازاي احصل على شهاده اللجنه، لجنه الاخلاقيات البحث العلمي. اول حاجه هروح على جامعه الملك خالد، وعندنا مربع للقائمه الرئيسيه ديت كبرناها تحت هنا، مكتوب فيها هنا، ادوس على القائمه. اول ما ادوس عليها هنزل تحت اقصى اليمين تحت خالص، هلا مكتوب العمادات المسانده، اختار عماده البحث العلمي. اختار عماده البحث العلمي، هتظهر لي القائمه الرئيسيه عماده البحث العلمي، منها حاجات كتير، منها اخلاقيات البحث العلمي على المربع الاحمر ده، اضغط عليها هتطلع لي الصفحه بتاعت اخلاقيات البحث العلمي، اللجنه المحليه الدائمه لاخلاقيات البحث العلمي، هنلاقي فيها كلام هنا، هنلاقي فيها هنا اللوائح والانظمه، هنكبر كل واحده، اليه تقديم المقترح، النماذج، اللوائح والانظمه. هتلاقي عندك اثنين هايبر لينك اللي هو ملف المرفق، اللي هي اللائحه التنفيذيه اللي احنا اتكلمنا عليها، تنزلها منين؟ تنزلها من هنا او من الرابط اللي موجود في المحاضره. عندي ضوابط الامانه العلميه اللي احنا اتكلمنا عليه برضو، بتلاقيه في الملف المرفق، مجرد ما بتدوس بيحصل داونلود اوتوماتيك، وينزل يحصل له داونلود على الكمبيوتر بتاعك. الجزئيه الثانيه اللي هي تقديم المقترحات البحثيه على اللجنه الدائمه لاخلاقيات البحث العلمي، دي بيقول لك تقدم ايه الحاجات اللي المفروض تقدمها وانت بتقدم معاك عشان تحضرها، زي السيره الذاتيه، نموذج الموافقه بتاعت التبصير اللي هي الانفورمد كونسنت، والاستبيانات، وهكذا اللي انت هتستعملها. في النماذج عندنا نموذج اللي هو النماذج اللي انت هتستعملها في دول، موافقه على التبصير والاستبيانات والحاجات ديت. وتحت زي ما انت شايف تحت خالص هنا في لينك، اللينك ده لما تضغط عليه، وطبعا النموذج تحملها عشان بتحملها مع لما تيجي تطلب اثناء بعد ما تدوس على اللينك ده. لما بتدوس على اللينك ده يبتدي يفتح لك صفحه جديده خالص على النت، وتبتدي بقى خطوات، عنوان المشروع، سامي الناس، وبعد كده بيقول لك انت هتستعملها للانسان ولا للحيوان. الانسان هياخدك في صفحه، والحيوان بياخدك في صفحه ثانيه مختلفه خالص. وتبتدي تعبي النماذج ديت، الاهداف، النتائج المتوقعه، الطريقه، كل حاجه، كل حاجه، الحيوانات اللي هتعملها، تكتب كل حاجه، وتكتب تركز قوي ازاي تتعامل مع الانسان، ولو في على انسان لازم يكون في موافقه اللي هي الانفورمال كونسنت. طب لو هتشتغل على طلبه المدارس لازم في نموذج تاني للاب والام، ان هم موافقه ليهم ان انت تشتغل على الطالب ده. طبعا تبقى حاجات كلها على الطالب، بتبقى استبيانات معظمها. بعد كده، بعد ما تخلص، بتبقى سبميت، بتعمل سبميت للنموذج دوت في اخر القصه كلها خالص، يعني سبميت، بتوصل للجنه. اللجنه بتيجي تفحص الكلام ده، في مشكله، بتبعت ايميل لطالب الشهاده، بتقول والله انت عندك ديفكت كذا كذا كذا، صلحه واعمل ري سبميت. او بتبقى في حاجه تافهه، بنقول له والله صلح اللي عندك، احنا اديناك الشهاده، بس مثلا صلح العنوان، صلح الحته دي لازم، الحاجات اللي هي مش فيتال عشان بس نسهل الامور، لكن مش بنسهل الامور لان في حاجه تمس التعامل مع الحيوان او الانسان، دي ما فيهاش تهاون، دي بتترفض على طول الطلب على طول. لكن لو حاجات مش اساسيه بنقول له اعملها، لو لقينا اتكررت اكتر من مره بنرفض، ونبعت له ايميل عندك ديفكت في كذا وكذا وكذا، عشان يبقى عارف هو الاخطاء في ايه. بتطلع لي شهاده شكلها ايه؟ بيطلع لي شهاده في النهايه بالمنظر ده. ده شهاده الطالب خالد عسيري، والطالبه مريم برضو اللي هم شغالين معايا الاثنين. ده في قبل اول ما خدنا الموافقه بتاعه اداره الجامعه بالقبول، ان هم البحث بتاعهم او رساله الماجستير بتاعهم، قدمنا على طول في الايثيكال كوميتي عشان نشتغل صح. فبيجي لك شهاده بالمنظر ده اللي شايفها، مكتوب ايثيكال كليرنس سيرتيفيكيت، في كونديشنز اوف ابروفال، هنا بيديك تعليمات ازاي الشهاده دي يتم تطبيقها ازاي، وفي حاله خرقها تتلغي ازاي. طبعا الحته الجزئيه اللي فوق ديت اللي هي الايثيكال كوميتي،
ايه الحاجات اللي مكتوبه فيها؟ مكتوب فيها رقم ابروفال نمبر اي سي ام، العلامه ديت الرقم ده، ده اللي تكتبه لما بيقول لك، في لما تيجي تعمل بيبر بيقول لك ايه الرقم الابروفال نمبر، تروح كاتب ان انا خدت من ذا ريسيرش كوميتي، ذا ريسيرش اسكس كوميتي ات كينج خالد يونيفرستي، والرقم اللي جنبيها دوت، وابروفال نمبر الرقم اللي انت خدته. طبعا البي اي عشان انا مشرف الرساله فمكتوب الاسم بتاعي، عنوان الريسيرش ارتكل، الابروفال ديت زي ما انت شايف 2002 31/3/2002، واكسبايري ديت هي مش شهاده مفتوحه، مش شهاده مفتوحه يعني بعد سنه المفروض تطلب تاني تجديدها اذا لم تقوم بانهاء العمل اللي انت عملته. ده كده يبقى خلصنا ازاي ان احنا المعايير اللي احنا بنتعامل فيها مع الحيوان على حسب التايتل اللي اتكلمنا الاسكس ده، عشان ما نقدرش اتكلم ان انت كيفيه التعامل مع الحيوان بدون ما نتكلم على اخلاقيات البحث العلمي واخلاقيات الباحث اخلاقيات المهنه لحد ما نوصل ان شاء الله للشهاده دي. اعتقد طولت عليكم، فشكرا لحسن استماعكم، ولو حد عنده سؤال تحت الامر اتفضلوا.